السلام عليكم. الوقاية خير من العلاج. سلامتكم هي أولى اهتماماتنا، لذلك الرجاء اتباع الإرشادات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. غسل اليدين لمدة لا تقل عن 40 ثانية بالماء والصابون بصورة دورية. تعقيم اليدين جيداً فور الدخول والخروج من جميع المنشآت. تجنب لمس العينين والأنف والفم. تغطية الأنف والفم عند السعال والعطس بالمناديل الورقية. عند اللجوء للأماكن المزدحمة الرجاء استخدام الكمام الواقي. رسالتنا لنتكاتف معاً لأجل تثقيف المجتمع بشكل صحي وآمن.